المكتب الإقليمي الحزب الاشتراكي الموحد على الدعوة في شخص أولياء ضحايا الاختفاء. صراحة تقريبا من سبقني بالتدخل يعني تقريبا أفادوا واستفادوا في يعني في الأسباب ديال هذه الهجرة وكذلك يعني الحالات والسبب المادي والاقتصادي كذلك. لا شك أنا غادي نختلف لأن ما غاديش نقول الهجرة الغير مشروعة وخا القانون يعني كينصها وكيدخلها الدائرة ديال الجريم ولكن أنا تنسميها الهجرة القسرية. علاش الهجرة القسرية؟ لأننا غادي نربط الهجرة بالسياق التاريخي لأن الإنسان على مر العصور الإنسان مع عمر الإنسان كان كيهاجر يعني هجرة يعني رضاء يعني عن طيب خاطر ولكن كانت الهجرة قسرية إما بحثا عن الماء أو هروبا من الحروب أو هروبا من الكوارث أو هروبا من الأزمة الاقتصادية. وبالتالي أنا غادي نقول بأن هذه الهجرة أو العامل الاقتصادي الميكانيكي هو يدفع الإنسان دفعا إلى الهجرة. وبالتالي ففشل السياسات المتعاقبة وكذلك ديال الحكومات السابقة لأنه ما كيكونش واحد التخطيط لأن احنا تقريبا الهجرة السرية بدينا نعيشوا معاها هنا في قريب قلعة السرارنا تقريبا من بداية التسعينات أو الهجرة القسرية وكنشوفوا ما كاينش ما كتدارش شي وسائل اللي ما نقولوش المحاربة ديال الظاهرة ولكن تخفيف من الظاهرة يعني محاربة الآثار ديال الجفاف والمخطط ديال والتنمية لأن كاين واحد الانفجار ديمقراطي خاطئ كتير ومازال ما كاينش يعني ما كاينش شي تخطيط باش هاد الناس يجلسوا هنا. وبالتالي كنقول بأن العامل الاقتصادي الميكانيكي هو السبب الرئيسي والمحوري. بالنسبة أنا كنت غادي نقول بالنسبة لهذه الهجرة غادي من المقاربة كذلك القانونية. فبالنسبة كما قال الزميل السابق المحترم في التدخل بالنسبة للتجارة في البشر هو كلمة أعم وأشمل لأن التجارة في البشر هو تدخل فيه جميع الأنواع ديال التهجير النقل التنقيل الإيواء حسب يعني داك كيفاش فصلها 448 ديال القانون الجنائي. وكتكون هذه الوسائل ديال الإيواء كتكون عن طريق واحد الشبكات هي منظمة. كاين المجرمين الدوليين كاين يعني هذه جرائم ممكن تكون شريرة التجارة في البشر دولية ممكن أن كاينين يكونوا ناس في المغرب وناس في الصغيرين وناس في الحدود. وبالتالي هذه جريمة التجارة في البشر هي أعم. والهجرة المشرع المغربي كما قال الأستاذ يعني المقاربة يعني ديك المقاربة العقابية ديال المادة 540 اللي كانت كتعتقد بأنه كيكون غير كيتابعوا غير بالنص 540 وهي يجون حتى تتعداش العقوبة ديالها سنتين كذلك فشلات محاربة هاد الظاهرة وهاد الشبكات ديال اللي كتصطاد هاد الضحايا. وبالتالي هاد التجارة في البشر الأساس ديالهم واحد الاتفاقية دولية كانت سنة 2000 لأن المغرب تقريبا راه تعطل شوية باش يجرب هاد المسألة ديال التجارة في البشر لأن تقريبا سنة 2000 كانت الاتفاقية الأولى الدولية ديال التجارة في البشر. وبالتالي كما قلت التجارة في البشر تشمل تهجير ديال عاملة البيوت كذلك استغلال الجنسي ديال القاصرين وهذه شبكات دولية. وكما سبقوني يعني إخوان سبقوا لأن هذا الشيء يعني داخل تب السياسات الدولية ديال الإمبريالية العالمية لأن من تنظر ديما كنرجعوا للمشكل ديال الاقتصاد لأن كاينين شبكات خطيرة ديال الامتصاص ديال الدم على جميع الأصعدة كتمتص يعني الاقتصاديات ديال الدول وكذلك حتى الديول ديال هاد الإمبريالية كاينين في دول العالم الثالث حتى هي اللي تتمتص يعني الجيوب ديال الناس وديال المواطنين. وبالتالي هاد الشيء اللي كيخلق أزمة خانقة وبالتالي ما كيبقاوش لا فرص الشغل لا حتى شي حاجة وهاد الشيء اللي تيدفع الناس
انها وانا دوري كنعلم تضامني كذلك المطلق ولا مشروط مع هاد العائلات ديال الضحايا. وكذلك كما كان الزميل الميل فالان راه من بعد ما وضعت عليه النيابه الميته واخا كان شويه كان واحد شويه ديال التاخير، ولكن الان الميل فراه كما قال الزميل راه الان راه كاين ثلاثه معتقلين هنا في اطار الجنحه ديال النصب، وممكن يكون شي تكييف قانوني اخر ممكن انه ممكن يتحالوا لانه باقي ما باقي الميل في روج مازال تيتناقش، وممكن ان المساله ممكن تشكل جنايه لانه ارتقى في الاول نظر النيابه العامه بان هاد الناس اللي كيكتفي الدور ديالهم هنا في العطاويه انهم ما عندهمش الاركان ديال التجاره، ولكن كاينين مجرمين كبار الان راه معتقلين لان الميل كانت تكلفات بالبحث فيه فرقات العصابات في الشرطه الولائيه ديال مراكش، والميل راه باقي متابع، ومع ذلك الحقيقه راه مازال لان الناس في حقهم ظالمين بالحقيقه، لان حنا خصنا نعرفوا الحقيقه، وحنا ملي تنقولوا الحقيقه ما غاديش نقولوا اليوم حنا دابا اليوم في العشيه ولا غدا، حنا تنعرفوا بان لوجيستيكيا صعيب لان هاد الشبكات ماشي ساهل باش ان يعني توصل وغادي تضبط هاد الشبكات لان تتكون عندها جذور وخيوط وتتكون بزاف سميتو، ولكن نطالب بالحقيقه كشف الحقيقه يعني المصير ديال هاد الناس. حنا ما تنقولوا لا مشاو لا وصلوا للضفه الاخرى لا صبروا الناس لا ميتين، الله اعلم. حنا يعني تنقولوا هاد الناس حاله مفقود اختفاء الله اعلم، ما عرفناش الوضع ديالهم حاليا كيفاش داير. المهم الايام يعني الايام ستجيبنا على هذا السؤال، ولكن يعني كما تنقولوا راه كاينه مسؤوليه يعني ديال الدوله في كشف الحقيقه، وبالتالي القضاء الان راه داير يعني راه كاين ملفات تعرض معروضه الان على القضاء، والقضاء راه غادي يقول كلمه، وبالتالي الناس راه يعني الناس غادي تاخذ الحقوق ديالها على مستوى تنقولوا القضاء، ولكن الحقيقه راه بغينا نعرفوها، الحقيقه خاصها تبان يعني المصير ديال هاد الناس. حنا ما بقاش تيهمنا، اللي تيهمنا هو هذوك الناس ياخذوا العقاب ديالهم هذوك المجرمين، ونعرفوا الحالات ديال هاد الناس يعرفوا وليداتهم يعني المصير ديالهم فين كاين. وبالتالي هنا تنزيد ناكد بان يعني هذا الملف يعني خصو شويه ديال يعني خصو شويه ديال هذا ديال الخدمه يعني وفتح قنوات اخرى ديال التواصل، لان هذا الملف كلشي يعني كلشي خصو يتعاون على هذا الملف باش نوصلوا للحقيقه. وتحيه.